صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير لجميع اعضاء نادي الاهلي بجميع فروعه، وصباح الخير لجميع جماهير نادي الاهلي بكل محافظات مصر. صباحكم سعيد وبيضحك ومبسوط يا رب. النهارده حبيت كده اطلع باشراق ابتسامه وتفاؤل وامل للايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله، لان ده هدف الرياضه وده رساله بتوصلها الرياضه لكل بيت وكل شخص. النهارده يا جماعه بما اننا بنتكلم على البيوت، احنا بنتكلم النهارده لكبار السن، عاملين لهم حلقه مخصوص ليهم لان دول اهم طبعا فئه بيحتاجوا الرياضه عشان خاطر تحافظ على صحتهم وتديهم دايما اشراقه ويقدروا يتحركوا بمنتهى الحريه. النهارده يا جماعه بنستخدم الكورس دوت احنا بنتكلم عليه في معظم تماريننا، وهنستخدم تو دمبل بس او دمبلين او ازايز ميه لو احنا في البيت ومعندناش دنابل. طب تعالوا نشوف ايه النهارده، ايه هي التمارين اللي ممكن نستخدمها في البيت لكبار السن. بنعمل تقويات لجميع عضلات الجسم بما فيها طبعا من اول القلب اللي هي السمانه لحد الشولدر اللي هو الكتف. تعالوا نشوف اول تمرين مع بعض هيبقى عامل ازاي ويلا بينا. طب احنا قلنا في البدايه لو احنا ما عندناش دمبل في البيت ممكن نستخدم ازازتين ميه بدل الدمبل اللي احنا ماسكينه دوت. اول تمرين هنستخدم لتمرين السمانه، هنمسك الدمبلين كده واطلع قلب نثبت فوق سكويز ثانيتين وانزل تاني 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل خمس عدات تاني 1 2 3 4 5. هنعمل التمرين ده يا جماعة أربع مجموعات في 15 عدة، وده بيهدف لعضلة السمانة وتقويتها. طب أول تاني تمرين سكوات، هنستخدم الدمبلين قدام صدري زي ما احنا واقفين كده ورجليا بمستوى كتفي، وهنزل ألمس الكرسي أكني نازل قاعد على كرسي أهو. واحد، احنا مش هنعمل حاجة غير إن احنا ننزل نلمس الكرسي أكننا نازلين نقعد على كرسي ونقوم تاني 2 3 4 5 6. طبعا انا ما بحبش افرد ركبتي قوي او اعمل لها بلوك عشان ده غلط على مفصل الركبة، بنزل اقعد ظهري مفرود بطني مشدوده. عملنا ال 15 عده. طيب التمرين اللي بعديه طبعا هنعمل التمرين ده برده نفس الكلام اربع مجموعات في 15 عده. تالت تمرين معانا وتمرين عضله الكتف اللي هو الشولدر، بمستوى كتفي ماسك الدمبل فرد ظهري شدد بطني واطلع لفوق هوب. واحد، وانزل لحد هنا زاويه 90 2 3 4 5 6 7. كل ده وانا مريح اللور بادي اللي هو الرجلين، وده مهم جدا لكبار السن. 9 10 11 12 13 14 15. اوكي هناخد اخر تمرين معانا بايسبس واحنا واقفين برضو رجليا قدامي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكده يا جماعه خدنا النهارده مجموعه من بعض العضلات المهمه تمرينتها على الكرسي بالنسبه لكبار السن. ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل بقيه العضلات اللي احنا ما اتمرناش النهارده لضيق الوقت طبعا، وان شاء الله باذن الله تستفيدوا معانا لكبار السن باذن الله. واستنونا ان شاء الله في حلقات جايه كتير مع كريم كوجك ونهواند في العشره صباحا في الاهلي، وان شاء الله شرفتونا وباذن الله في حلقات جايه كتير. مع الف سلامه.